بسم الله الرحمن الرحيم، مع كنز عظيم من كنوز السنة لا يعلمه أكثر الناس، كنز من جوامع الكلم، له مناقب لا تحصى. روى الإمام الدارمي في سننه من حديث أنس بن مالك، وأيضا الإمام أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين: إن لله بحر من نور، عليه ملائكة من نور، على خيل من نور، معهم حراب من نور، يسبحون الله تعالى ويقولون: سبحان ذي الملك، سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فمن قالهن في يوم أو شهر أو سنة مرة أو في عمره، يعني مرة واحدة في عمره، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولو كانت ذنوبه، اسمع، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر، ولو كانت ذنوبه مثل زبد البحر او رمل عالج او فاره من الزحف. يعني لو انت عملت مليارات السيئات والذنوب، بعض بقى العلماء يعني بيتشدد ويقول لك: لا، هو مقصود هنا الصغائر. لا، مش مقصود الصغائر، ده مقصود كل الذنوب، كبائر وصغائر، الا الذنوب والكبائر المتعلقه بحقوق الادميين. طب ايه الدليل؟ ان الرسول قال، او الحديث اهو: او فاره من الزحف. والفرار من الزحف ده من اكبر الكبائر على الاطلاق. مش الرسول قال في الحديث الصحيح: اجتنبوا الموبقات، السبع الموبقات: الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بالحق، وقتل واكل الربا، والسحر، واكل مال اليتيم، وقصف المحصنات، والتولي يوم الزحف. ده هنا بيقول لك لو انت ذنوبك قد رمل عالج وقد زبد البحر، ولو انت فرطت من الزحف. لو واكبر دليل على العظمه هذا الذكر انه بيقول لك: لو انت قلته مره واحده في يوم او في شهر او في سنه او في عمرك، غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. طب الصحابه كانوا يخبطون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: اين نحن من رسول الله؟ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. ربنا اثنى على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا، في سوره الفتح. في اكثر من كده. الظروف اللي السالفه، طب والظروف الجايه كمان؟ يعني ربنا بيقول لك: اللي انت لسه ما عملتوش هغفر لك، يعني خلاص ضمنت الجنه. يعني بيقول لك: انا بغفر لك من قبل الذنوب، من قبل ما تعملها انا بغفرها لك، اللي انت هتعملها بغفر لك. عايز ايه اكتر من كده؟ ولو كانت مليارات الذنوب والسيئات، ولو كانت كبائر، بس طبعا يعني مش من معناه الانسان يستهين بالذنوب ويستخف، كما قال الامام حسن البصري: من اذا احسن الظن تحسن الظن بالله بان تحسن العمل، مش تتكن على ذكر وتعمل الكبائر وتقول: لا ربنا يغفر لي. لا، ربنا ممكن يحبط عملك وما يقبلش، لكن معناه الانسان يتوب ويتمسك بهذا الذكر العظيم: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزه والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبوح قدوس رب الملائكه والروح. ف يا ريت انا قالهن في عمري، غفر قالهن مره في يوم او في شهر او في سنه او في عمري، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، وغفر الذنوب ولو كانت مثل زبد البحر، ورمل عالج ولو فر من الزحف. فانا هكتب لكم الحديث السند بتاعه كله في الفراش، انسخوا هذا الكلام وتشوفوا نشر هذا العلم في ثواب عظيم، لعل علم في الاجر. ما تنسوش تفعيل الجرس. كل قولي هذا، استغفر الله.